بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة الثالثة، ازاي ننشئ حساب فيسبوك. المحاضرة الثانية احنا اتعرفنا ازاي نعمل ايميل على موقع جوجل، وانشأنا ايميل بامتداد جيميل، وكان الايميل بالاسم ده bonmarket@gmail.com. هناخد الايميل طبعا بتاعنا ده كوبي ونحتفظ بيه، ونخلي الموقع بتاعنا بتاع جوجل فاتح الايميل اللي هو ساين ان عند البريد الوارد. طبعا البريد الوارد بتظهر فيه الرساله الترحيبيه من فريق جوجل في اول مره بتستخدم فيها الايميل، وبعد كده هنا في رسائل مميزه والبريد المرسل والمسودات والمزيد، هنتعرف عليهم فيما بعد في استخدام قائمه البريد الالكتروني للتسويق. بعد كده هندخل على موقع الفيسبوك، الصفحه الرئيسيه بتاعتنا اللي هي الديفولت. هيظهر قدامنا حاجه من الاثنين، ادخال البريد الالكتروني او الهاتف وكلمه السر في حاله لو انا عندي حساب جاهز بستخدمه. طب انا النهارده هنشئ حساب جديد، يبقى هستخدم انشاء حساب جديد او create new account في حاله لو كان الايه الحساب او الموقع فاتحينه بالانجلش. بكتب هنا البيانات الشخصيه، ويفضل ان هي تكون زي البيانات اللي كانت مكتوبه في البريد الالكتروني في الاول. طيب هكتب البيانات الشخصيه بتاعتي، وبعد كده هنتقل للعائله، بعد كده هنتقل لكتابة البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المحمول. ممكن طبعا أعمل حساب على الفيسبوك بالهاتف المحمول مباشرة أو من خلال البريد الإلكتروني، أيهما أفضل؟ يفضل البريد الإلكتروني، عشان بعد كده هنستخدم الهاتف المحمول داخليا لتأمين الحساب، ولكن البريد الإلكتروني هستخدمه في حاجات كتير، وهيبقى له إشعارات ورسائل بتجيني من خلال الحسابات الإعلانية اللي هتبقى منشأة على الحساب الخاص بالفيسبوك، وله كمان فوائد أكتر من كده. طيب هضيف البريد الالكتروني، احنا واخدينه كوبي، هعمله بيست هنا بالشكل ده. بيقول لي ضيف كلمه السر، طبعا انا هضيف كلمه السر بتاعتي زي ما قلنا، المفترض ان كلمه السر تكون فيها حرف كابيتال، تمام، وبعد كده حرف سمول، وبعد كده رقم وشفره، سواء كانت شرطه او كانت اندرسكور او سلاش، اي حاجه بحيث ان هو يكون مؤمن وما يقلش عن 8 ارقام. فهبتدي اكتب الباسورد بتاعتي، لحظة واحدة، هنا بيقول لي عيد إدخال البريد الإلكتروني مرة تانية، فأنا هعيده مرة تانية في المكان ده بيست، يبقى البريد الإلكتروني بكرره مرتين، وبعد كده بكتب كلمة السر اللي أنا عايزها في المكان المخصص لكتابة كلمة السر. بعد كده بختار تاريخ الميلاد، يفضل تاريخ الميلاد يكون تاريخ حقيقي، ما يكونش تاريخ افتراضي، عشان بعد كده لو احتجت إن أنا أستعيد الحساب بتاعي أقدر أستعيده بسهولة وأتذكر المعلومات بتاعته. او لو كتبت تاريخ افتراضي يبقى سجله عندك في نوتس كده وخليك محتفظ بيها، ربما احتاجه فيما بعد لو في مشكلة في الحساب بتاعي. بعد كده بضغط على انشاء حساب فيسبوك، بيعمل لودنج وبيبتدي يتأكد من المعلومات المدخلة وبيراجعها، وبيديني رسالة ترحيبية يقول لي فيها تأكيد بريدك الإلكتروني، تم انشاء حساب، ولكن عايزين نتأكد ان البريد الإلكتروني الخاص بيك ده بريد إلكتروني حقيقي. فبقول له والله اعمل لي اتصال بالجيميل بحيث ان انت تاكد البريد الالكتروني، لان انا كده كده عامل كونكت او ساين ان جوه البريد الالكتروني بتاعي من الصفحه اللي احنا انشاناها هنا او اللي احنا كنا فاتحينها قبل ما نبتدي العمل على الفيسبوك. بيبتدي يعمل كونكتنج للاكونت الخاص بجوجل او بالجيميل، بيبعت له زي رساله تاكيديه ان البريد ده حقيقي ولا لا، بيقول لي هنا ويتنج فور اكونت جوجل، انتظر لما يتم الاتصال بالاكونت الخاص بجوجل والتاكيد. الموضوع ما بياخدش دقايق، ولما بكون ماشي خطوات منظمة ومرتب المعلومات في ذهني بيبقى الحساب مؤكد وسليم وما بيحصلش فيه مشكلات. لكن لما بكتب بيانات عشوائية أوقات كتير جدا فيسبوك بيغلق الحساب أو بيعمل له حظر أو بيطلب تأكيد للبيانات أو بيطلب رفع البطاقة الشخصية أو الاي دي أو الباسبور، أي وسيلة تأكيد إن أنت شخص حقيقي يعني. فمن البداية أنا أكتب بيانات حقيقية وتكون مؤكدة عشان خاطر ما يبقاش فيه أي مشكلة في الحساب فيما بعد. بيقول لي أنا الحساب اللي أنت عملت بيه الحساب الخاص بالفيسبوك دلوقتي، فبقى أختار الحساب بتاعي، بيعمل كونكتنج عليه، كده عمل كونكتنج وهيبتدي يتأكد إن الحساب حقيقي، وبعد كده هيقول لي كونجراتيوليشن أو تهنئة إن الحساب بتاعك تم تأكيد الحساب، زي ما إحنا شايفين في الشاشة تم تأكيد الحساب. بقول له موافق، وبعد كده بيعمل لي لودنج للحساب. هلاحظ هنا ان هو بيبتدي يديني خطوات معينة عشان اتابع عملية اكمال الحساب بتاعي، يعني هختار اصدقاء او الى اخره من الاختيارات اللي بتظهر قدامي.
فانا هحاول ان انا ايه اتخطى الحاجات دي لان ملهاش قيمه دلوقتي بالنسبه لي، اكبر الخط شويه. فهعمل تخطي من خلال اخر الصفحه اوبشن الخاص بالتالي، واللي عايز اتخطى الخطوه ديت اتخطاها. بيعمل لودنج للحساب او للصفحه الرئيسيه للحساب زي ما احنا شايفين بالشكل ده، وبيطلب مني بيقول لي لو عايز تخلي الجهاز الكمبيوتر اللي انت بتستخدمه يحتفظ بكلمه السر، بحيث ان بعد كده لما ادخل مباشره من خلال الضغط على الصوره او اللوجو اللي هيظهر لي، بدل ما اقعد كل مره اكتب البريد الالكتروني وكلمه السر. فبقول له موافق لو الحساب ده او الكمبيوتر ده ما حدش بيستخدمه غيري، اما لو الكمبيوتر ده كمبيوتر عام او في سايبر فيفضل ان انا ما اعملش الايه الامر ده. كده دخلت وبقى عندي حساب اكونت على الفيسبوك. المحاضرة التانية هنعرف فيها ازاي نعمل اعداد للاكونت الخاص بينا على الفيسبوك، ازاي نضيف لوجو، ازاي نضيف بانر، ازاي نعمل صفحة بكل المميزات اللي احنا محتاجينها بحيث ان احنا نستخدمها في التسويق الالكتروني. شكرا، انتظركم في المحاضرة القادمة بإذن الله.